الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة. وذاب القلب بالواجب. والجنة ليست فاكهة ولا نخلا ولا رمان فقط، لا لا، الجنة أعظم من ذلك. الجنة. لا يبلغها عملك مهما فعلت. اغسل ايدك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا رسول الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وليس هناك من يذكر بالعبادة فوق النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله. فيا ترى ما الذي رفع شأنها؟ أهي النجاة من النار؟ لا، الذي رفع شأنها هو رؤية الله عز وجل فيها. رؤية الله، هذا هو الذي رفع شأنها. فأعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ خاسر. يا له من خاسر مغبون. الجنة خلق عظيم، أعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. الجنة. وذاب القلب بالوجد، أعلى ما فيها رؤية الله. ألا يا جنة الخلد، ربان الوجد في سلدي، ربان الوجد في سلدي، فصرت إليك مشتاقا. أعلى ما فيها رؤية الله. وذاب القلب بالوجد. Oh,